لي انت النهارده كان معاك حاله عندها ارتفاع درجه الحراره مش كده؟ سيادتك احنا من الساعه 10 الصبح واحنا متجهزين احنا قسمنا العياط ورحنا المستشفى المركزيه بتاع العياط. طبعا ما خدناش باي حاجه، كل اللي هم قالوه ان هي عايزه تنقل من المستشفى عشان احنا ما عندناش امكانيات. فجينا سيادتك من الساعه 10 الصبح واحنا بنلف بقى على المستشفيات، لا نافع خاص ولا نافع عادي، حتى بفلوسنا مش عارفين نخشها. بعد ما خلصت في مستشفى العياط نقلتها ولحد مستشفى المروه، جبتها على الباب مستشفى تخصص، جبتها على الباب ما رضوش يقبلوها، جبتها مستشفى مقبولهاش، قالوا لك ما عندناش رعايه، ونفس المستشفى الثانيه برضه خاصه بيقول لك ما عندناش رعايه. بس لحد ما جينا هنا واديك شايف حضرتك ما فيش اهتمام ولا في رعايه، وهي بتموت مننا جوه. احنا هنا دلوقتي في مستشفى حميات امبابه، مستشفى حميات امبابه، مستشفى حكومه، وبتموت جوه ومش عارفين نعمل لها حاجه، لا عارفين نعمل بفلوسنا ولا من غير فلوسنا. هنا في المستشفى استقبلوكوا ازاي؟ استقبلونا مرميه جوه اهي وبتموت جوه، مش عارفين نعمل اي حاجه ليها خالص. ايه الاستفاده؟ مرميه جوه في الاستقبال. الدكتور جه بص عليها وحط عليها شويه ميه وقال حرارتها هديت. وبعدين يعني درجة الحرارة وصلت كام؟ وصلت 45. هي كانت الصبح كام الأول؟ كان الصبح 40، وصلت 45 جوه. مفيش أي مفيش أي نتيجة برضه ولا أي حوار عملوه معاك. بطالب إن المستشفيات دي كلها يتولع فيها. المفروض يعني الحكومة تبص لها شوية، مش كده حرام. الناس اللي داخلة ده في أمم جوه، مفيش استجابة من أي دكتور ولا أي حد، وكلمنا مسؤولين كتير. مفيش برضه استجابة من أي حد.